الموقع المهري نت الذي سلط الضوء على إعادة أمريكا تصنيف جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب، وقال الموقع إن هذه الخطوة الأمريكية يرجح أن تؤدي إلى مفاقمة الوضع الإنساني المتردي والذي ينذر بخطر في البلد الأشد فقرا ولديه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بحسب الأمم المتحدة. وتعليقا على هذا القرار الأمريكي، أفاد مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي أن ذلك يشير إلى فشل سياسة واشنطن، مضيفا أن إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب محاولة أمريكية للضغط عليهم بعد أن فشلت أمريكا في إيقاف الإجراءات التي اتخذتها الجماعة للوقوف مع غزة وفلسطين. وينقل موقع المهري النت عن خبراء قولهم إنهم يرجحون عدم فاعلية خطوة واشنطن في تصنيف الحوثيين ولا تساعد في كبح جماح الجماعة والحد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، بينما يحول إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية دون وصولها إلى النظام المالي العالمي فضلا عن عقوبات أخرى، مما يؤدي إلى توقف التدفق المالي إلى مناطق سيطرة الحوثيين الأكثر كثافة بالسكان في اليمن، مما يفاقم الوضع الاقتصادي المتهالك.